بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. هذه الرسالة وصلتني من بعض الإخوة الذين أرادوا التأكد من محتواها أو أرادوا ردا على محتواها، فأحببت أن أبينه في فيديو لأن الرسائل على الواتساب يعني يصعب التفصيل فيها. عموما هذه الرسالة نسبها لنفسه شخص يدعى حافظ محمد ريحان فيما يسمى مركز القلم للأبحاث والدراسات، تمام. يبدو أنه كتب الجزء الأول فقط لأن الجزء الثاني قديم، هذا كتبه في 2018، والجزء الثاني نشروه في 2017 في الصفحة الرسمية لمجمع الشيخ أحمد كفتارو الذي هو مفتي حافظ أسد. هنا يقولون: ما معنى صححه الألباني؟ ستعرفون أنهم لا يعرفون لغتهم فضلا عن أن يعرفوا علم الحديث. عموما سأرد على الرسالة بنقاط سريعة. يقول: سياسة علمية خطيرة حيكت لنا تدريجيا إلى أن قال: كنا نسمع الحديث ونقرأ في سنده رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا أول ما يبين لك جهل ناشر الرسالة، جهل يعني مطبق في علم الحديث، ليس علم الحديث بل في معرفته للحديث النبوي، لأن كلمة أو قول رواه الشيخان البخاري ومسلم هذا لا علاقة له بالسند. السند شيء آخر. السند عندما يقول البخاري: حدثني يحيى ابن بكير، حدثنا الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا إلى آخره، هذا يسمى سند. أما قول رواه الشيخان البخاري ومسلم هذا ليس له علاقة بالسند، هذا ليس سندا. فتعرف أن الشخص الذي نشر أو كتب هذه الرسالة عبارة عن جهلة يكتبون لأذية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دون علم منهم، ليس عندهم علم يردون فيه على الشيخ، وإنما كتبوا هكذا لتشويه صورته رحمه الله. وهذا لا يشوه صورته أمام من يعرف شيئا من علم الحديث، لأنه سيعرف قيمة الكاتب. لكن الحمد لله أن الشيخ رحمه الله لم يقرأ مثل هذه الرسائل خشية أن يصيبه سكر أو ضغط أو ما شابه ذلك من أمراض بسبب كمية الجهل الموجودة في هذه الرسالة. عموما يقولون بعد ذلك بدأوا يضعون مع رواة الحديث إضافة للألباني، كأن يقولوا: أخرجه البخاري ومسلم وقال الألباني حديث صحيح. هذا كذب، لا يوجد أخرجه البخاري ومسلم وقال الألباني حديث صحيح. ابحثوا في أي كتاب لأحد من أهل السنة، لأي شخص من أهل السنة، إن وجدتم هذه العبارة فكلموني. لا توجد ولا يوجد أحد يفعل مثل هذا أبدا، فهذا محض كذب. يقول: ولا أعلم ما هي الحاجة للألباني المعاصر والذي مات قبل سنوات، وهو بشهادته قال عن نفسه أنه لا يحفظ حديثا واحدا بسنده. أين قال ذلك؟ فليعطنا أين قال ذلك. طيب، بعد ذلك نشطوا الأمر فبدأوا يقولون: أخرجه الترمذي وصححه الألباني. طبعا الترمذي رحمه الله تعالى عندما صنف جامعه جامع الترمذي لم يجمع به الأحاديث الصحيحة فقط، وإنما جمع الأحاديث الصحيحة والضعيفة. فعندما أقول لك هذا الحديث أخرجه الترمذي، أنت لن تعرف هو صحيح أم لا، لكن عندما أقول لك أخرجه الترمذي وصححه الألباني مثلا، أو صححه العراقي، أو صححه الذهبي، أو صححه فلان، تعرف أن هناك من أهل الحديث من حكم على هذا الحديث بالصحة. أما مجرد أنه موجود في كتاب الترمذي هذا لا يعني أنه صحيح أو ضعيف، فلهذا يضاف أن فلانا صححه أو فلانا ضعفه ليعرف القارئ أن هذا الحديث ما درجته. يقول: الكثير من علمائنا في غفلة، يعني هو المفتح العينين والعلماء في علماؤه في غفلة. مهم، حتى وصل الأمر إلى أن حذف رواة الحديث نهائيا وتعويض جميع علماء الحديث من أهل السلف الذين
أحيوا لياليهم في هذه العلوم وقطعوا المسافات طويلة مشيا ليأخذوا الأحاديث ممن سمعوها وناموا على الطرقات. يعني شوف الكلام تنظير ليس علمي وإنما عاطفي، ليس له قيمة. لمن كان عنده شيء من العلم لن يرى لهذا قيمة. أساسا الذين ناموا في الطرقات وقطعوا المسافات، أنت أيضا عندما تقول رواه البخاري أنت لم تذكر شيوخ البخاري وشيوخ الذين أخذ عنهم شيوخ البخاري، مع أنهم ناموا بالطرقات وقطعوا المسافات. يعني أنت عندما تذكر رواه البخاري فأنت لا تذكر شيوخ البخاري مثل قتيبة بن سعيد أو يحيى بن بكير أو المكي بن إبراهيم أو عبدان أو غيرهم من شيوخ البخاري، أنت لا تذكرهم، حرملة مثلا لا تذكرهم، وإنما تذكر رواه البخاري. طيب لماذا لم تذكر شيوخه الذين ناموا بالطرقات؟ لكن الذي يذكر ما يدل القارئ على مكان الحديث وعلى درجة الحديث، ولا يشترط ذكر جميع من روى الحديث من رجال السند. يقول أفنحذفهم ولا نذكرهم حتى تنساهم الأجيال؟ والله أتحداه إذا ذكرنا له شيوخ البخاري إذا عرفهم. طيب مهم. يقول بعد ذلك ما معنى صححه الألباني؟ هل كان الحديث قبل الألباني بأسانيد ضعيفة فروى الألباني الحديث بسند صحيح؟ يعني هذا عنده، هذا صححه الألباني، كان الحديث بأسانيد ضعيفة ورواه الألباني بأسانيد صحيحة، أم أن الحديث كان ضعيفا ثم جاء الألباني فأزال الضعف منه؟ شوف هذه الطريقة شخص ليس عنده فهم أبدا حتى للغة العربية. عندما أقول لكاتب هذه الرسالة أنت كذاب، الناس ماذا سيقولون؟ يقولون محمد بن شمس الدين كذب كاتب الرسالة، كذبه، لا يعني أنه كان صادقا ثم جئت وفعلت شيئا جعلت منه كاذبا، جعلت من كاتب الرسالة كاذبا، لا هو كذاب بالأساس، لكن أنا عندما قلت عنه كذاب يقولون كذبه. عندما شخص يقول الآخر يا كافر يقولون كفره. عندما يقول للإسناد أنه صحيح أو الحديث أنه صحيح يقولون صححه. عندما يقول للإسناد أو للحديث أنه ضعيف يقولون ضعفه. عندما أقول لشخص أو أقول عن شخص هذا صادق يقولون صدقه، لا يعني أنه كان كاذب وأنا جعلته صادقا، لا. فكذلك بالنسبة للحديث هو أساسا صحيح، فالألباني قال أنه صحيح فقلنا صححه، يعني قال عنه صحيح. هذه اللغة، لا نتكلم بالصينية نحن، لكن إن كان يجهل اللغة فهذه مشكلة، هذا ينشر جهله للناس. وتكلم بكلام طويل يعني يطرح جهله. ثم يقول أرجو من السادة العلماء إجابتي دون الطعن والتجريح. لماذا لم تسأل العلماء ولماذا نشرتها بين العوام؟ لماذا تنشر هذه الأطروحات المخالفة للغة العرب، المخالفة للفهم الصحيح، تنشرها بين الناس؟ إذا كنت تريد ردا من العلماء اسأل أي طالب علم، اسأل طلاب من ينتسب للعلم، وليس العلماء يجيبوك عن مثل هذا السؤال إن كان سؤالا وليس تدليسا. طيب ثم يقول للألباني تناقضات وافرة في كتبه تدل على عدم تمكنه في علم الحديث وأنه ليس من أهل الاختصاص وإنما هو باحث في علم الحديث وإنما روج له الإعلام الممول لغرض ضرب مدرسة الحديث التي جل علمائها من الشافعية. طيب بما أنه ذكر الشافعية، الشافعي رحمه الله تعالى عندما سافر إلى مصر وتبين له بعض الأمور، بعض الأحاديث التي لم يكن يعرفها، غير كثيرا من اجتهاداته. كان في العراق يقول بأقوال معينة، ذهب إلى مصر صحح ما أخطأ فيه. كذلك الألباني رحمه الله تعالى أخطأ أحيانا، يخطئ في تصحيح حديث أو في تضعيفه، ثم يتبين له بعد ذلك إسناد كان غفل عنه سابقا، علة في الحديث كان قد غفل عنها أو ثم اطلع عليها أو نبه أحد عليها من علماء الحديث، فيغير فتواه ويقول نعم أنا أخطأت في
قولي ذلك وأصححه وأقول بكذا. هذا كل العلماء لا يخلون منه، والألباني رحمه الله واحد منهم. لكن أهل التزوير يقولون هذه تناقضات. عندما يكون الشخص صريحا ويبين خطأ نفسه ويصحح يقولون عنها تناقضات. ثم يقول: قال عنه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: الألباني رأس الضلال والبدع. والألباني رحمه الله تعالى طعن بأبو غدة هذا، بأبي غدة هذا. عموما أنا لن أطيل في الكلام عن أبي غدة، لكن هذه مقالة، هذا رابطها واضح أمامكم، تستطيعون الرجوع إليها والنظر في حجم مشاكل أبو غدة. ويكفي أن تعرف أنه من تلاميذ ابن زاهد الكوثري الذي ويحبه ويشهد له بالصلاح، وقد طعن ذلك الخبيث بالبخاري وابن حبان وبالذهبي وبالحاكم وبالدارمي وبابن كثير وبابن عبد الهادي وبابن أبي حاتم وبالزهري. وهذا أبو غدة من حسناته، وله تلبيسات موجودة في هذه المقالة لن أطيل ذكرها. يقول: وقال عنه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، هو يقول رحمه الله: لقد أضعت وقتي بنقاش جاهل مثله. طيب، طبعا الكلام للبوطي، يعني حتى لو كان صحيحا فهو البوطي الذي قاله، البوطي الذي يتمنى أن يصبح إصبعا بيد حسن نصر حسن نصر. طيب، هذا موقع نسيم الشام والرابط أمامكم، وهو موقع يستقبل الفتاوى ويجيب ممن يجيب على تلك الفتاوى، الدكتور البوطي. فيقول البوطي: الشيخ الألباني من العلماء الذين كنت أجلهم في حياتهم وأدعو لهم بعد مماتهم، ولم يكن بيني وبينه إلا ما يكون بين العلماء من الحوار والنقاش لكشف الحق وتمييزه من الباطل. فتعرف أن الكاتب كذب عليه. يقول: وقال الغماري: الألباني مبتدع ضال. تعرفون من هو الغماري هذا الذي يستشهد به صاحب هذا المنشور؟ الغماري يا إخوة إنسان هو أحمد بن الصديق الغماري من طنجة من المغرب، هلك الغماري هذا. يقول: ولو قال إنه قال إن الكلب والخنزير هو الله لأمكن أن يكون لقوله وجها عند أهل الفنا في الشهود. يعني هذا في كتابه الجواب المفيد الصفحة 94، يعني يقول أن الذي يقول أن الكلب والخنزير هو الله حاشا الله وتعالى الله عن ذلك، فكلامه مقبول. ويقول: نعم، قوله بذكر الله تزداد الذنوب فحق هو كلامه، وهو حق لا شك فيه، ومعناه ظاهر. قول بذكر الله تزداد الذنوب، هذا قول حق لا شك فيه. الرجل هذا أحمد بن الصديق الغماري الذي يستشهدون بأنه طعن بالألباني، طعن بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وطعن بمعاوية رضي الله عنه. يقول: الطاغية معاوية قبحه الله، قبح الله القائل. و يقول عن عبد الله بن الزبير: كافر منافق. يكفر عبد الله بن الزبير، يستشهدون أصحاب الرسالة بالذي كفر عبد الله بن الزبير، يستشهدون بأنه طعن بالألباني. كذلك يعني طعن بالحكم بن العاص، سعيد بن المسيب، الشعبي، مروان بن الحكم، حزير بن عثمان، وكل ذلك موثق على الصفحة التي رابطها أمامكم، ارجعوا إليها إن شئتم. هذا الغماري الذي قال عن الألباني أنه مبتدع ضال، فشهادته هذه. طبعا حتى طبعا هو طعن بالألباني رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى الألباني، لكن لم يطعن بعلم الألباني، لم يطعن بعلم الألباني.
الطعن بعقيدة الألباني. أما علم الألباني فهذا كتاب الفتاوى والرسائل الصغرى المسمى در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديق، يعني أحمد بن الصديق الغماري، بالصفحة 192. يقول: وناصر الدين الألباني قدم إلى دمشق وهو لا يعرف العربية فتعلمها وأقبل على علم الحديث فأتقنه جدا جدا مرتين جدا جدا. يقول: فشهد له وصدق وهو كذوب بأن الألباني رحمه الله تعالى أتقن علم الحديث جدا جدا، مع أنه كما قلت لكم يعني طعن بعقيدة الشيخ الألباني. ثم يقول مثلا: وفي العقيدة طامة من الطامات، صاحب الرسالة يعني يقول أن الشيخ الألباني في العقيدة طامة من الطامات. تصور أنه يقول أن الله محيط بالعالم بذاته، أين قال ذلك الألباني رحمه الله تعالى؟ الألباني رحمه الله تعالى يقول أن الرحمن على العرش استوى كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا يقول الألباني أنه محيط بالعالم بذاته. فتجد أن ثم يقول في نهاية الرسالة: أنشرها على نية إحقاق الحق وإبطال الباطل. شوف النية الصالحة، إحقاق الحق على مذهب أحمد بن الصديق الغماري الذي يطعن بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر عبد الله بن الزبير، هذا الحق الذي يريدون إحقاقه. لكن الناس لأنهم لا يعرفون من هو هذا ومن الآخر وما القصة قد يخدعون بمثل هذه الرسائل، فلا بد من أن يتبين الإنسان، لا بد من أن يسأل. وأنا أشكر الذين أرسلوها لي ليتأكدوا ويتبينوا، والله تعالى المستعان، والحمد لله رب العالمين.